بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض كورس هندسة الموانئ والملاحة الداخلية طلبة كلية الهندسة أو للباحثين في مجال الموانئ. النهاردة إن شاء الله هناخد الباب الرابع اللي هو بعنوان الأرصفة البحرية أو البيرسز. كنا احنا خدنا قبل كده لحد البريك ووتر، النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض البيرسز. البريزنتر الدكتور ابراهيم عبد العزيز البجوري المدرس بكلية هندسة جامعة الزقازيق. هناخد ان شاء الله في الشابتر ده ازاي نشوف الارصفة، نصممها من حيث القطاعات بتاعتها وابعادها حسب كل نوع، وهنشوف أنواع الأرصفة المختلفة والقوى اللي ناتجة عليها، والشكل اللي قدام حضراتكم أو الصورة اللي قدام حضراتكم دي بتبين لي أهو بعض أنواع الأرصفة حسب الغرض منها، زي مثلا لو خدنا قبل كده في باب التخطيط الرصيف اللي قدامه المبنى ده أو المخزن ده اللي هو السقيفة دي، ده بيكون رصيف بضائع عامة أو خاصة. في أرصفة بقى اللي هي مرصوفة قدامها الحاويات دي اللي هي بتبقى أرصفة حاويات، ودي أشكال لأنواع الأرصفة، أشكال مختلفة هو من اللي على ناحية اليمين بالحامية بتاعة الرصيف اللي بتحميه من المصد أو اللي بتحميه من الاصطدام بتاع السفينة بالرصيف. هنشوف كل الكلام ده الخاص بتصميمات الرصيف في الباب ده إن شاء الله. طيب الأول كده لازم نعرف يعني إيه كلمة أرصفة. الأرصفة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن مكان موجود على الشط ممهد وفي كل الفاسيلتز والوسائل اللي هتخلي السفينة بتاعتي تقف قدامه لإتمام عمليات الشحن والتفريغ بتاعها أو لتنزيل الركاب منها أو لركوب الركاب فيها. طيب في بقى عدة ألفاظ كلها بتحمل نفس معنى الرصيف. أول حاجة المعنى العادي أو الكلمة العادية اللي هي البيرس، والبرس دي هو عبارة عن إيه؟ مكان بيكون موازي لخط الشط بيكفي لإنزال سفينة واحدة بس أو لسو سفينة واحدة قدامه عشان تعمل عمليات الشحن والتفريغ بتاعتها أو تنزل أو تاخد الركاب فيها. المعنى التاني أو الكلمة التانية اللي بتعني برضو رصيف حاجة اسمها كي، والكي هو عبارة عن رصيف أو مجموعة من الأرصفة اللي بتكون موازية غالبا لخط الشاطئ زيها زي بالظبط البيرسز. اللفظ الثالث اللي برضو بمعنى رصيف هي حاجة اسمها الورف، والورف ده عبارة عن برضو مجموعة من الأرصفة اللي موازية لخط الشاطئ أو رصيف واحد، واللي بس بتكون معمولة من النوع اللي هو المفتوح أو الأوبن اللي احنا هنشوفه بعد شوية شكله عامل ازاي. يبقى الورف ده عبارة عن أوبن بيرس أو رصيف مفتوح. اللفظ الثالث بمعنى كلمة رصيف حاجة اسمها البير أو الجيتي، أو ممكن نسميها الفينجر كي. البير او الجيتي او الفينجر كي ده ايه هما؟ ده عبارة عن رصيف بيكون على شكل اصابع كده او بروز، بتيجي بيتعمل عمودي غالبا على خط الشاطئ او مايل، بتيجي السفن بترسو على الرصيف العمودي على خط الشاطئ ده في المية من الناحيتين، والجزء اللي فوق الرصيف ممكن تعمل عليه مخازن او طرق او خلافه، ده اللي هو البير. يبقى البير او الجيتي ده الرصيف اللي بيكون عمودي على خط الشاطئ. في كمان حاجة اسمها البالك هيد أو الكي وول، وده عبارة عن رصيف بيكون بارز بروز خفيف قوي كده عن خط الشاطئ، وبيكون الأرصفة بتاعته موازية لخط الشاطئ. اللفظ الأخير بقى اللي هي كلمة تيرمينال، اللي هي برضو بتعني رصيف أو محطة، وده عبارة عن الرصيف أو مجموعة من الأرصفة بس بتستهدف غرض معين أو نوع واحد من البضائع فقط. بيكون طبعا الرصيف ده مجهز بكل الوسائل سواء كانت وسائل التخزين او النقل او الشحن او التفريغ او خلافه، اللي هي كلمة تيرمينال. يبقى دول ست معاني هم كلهم بمعنى رصيف. تعالوا بقى نشوف دلوقتي انواع بقى الارصفة المختلفة. هو في انواع للارصفة او types of berths على حسب بقى عدة تصنيفات. التصنيف الأول لو أنا هاخد أنواع الأرصفة دي من ناحية الكونستراكشن أو من ناحية الإنشائية، فبنقسم الأرصفة من ناحية الإنشائية لثلاث أنواع رئيسية. أول نوع اللي هو اسمه الأرصفة التفاقلية أو الجرافيتي تايب، ودي الأرصفة اللي بيكون بتتكون من منشآت ضخمة بتعتمد على الاتزان بتاعها عن طريق الوزن
بتاعها، ومثال ليه اللي هو الأرصفة اللي من البلوكات الخرسانية المصمطة اللي محطوطة فوق بعض اللي قدام حضراتكم في الشكل. النوع الثاني بقى من أنواع الأرصفة اللي تصنف من الناحية الإنشائية بنسميه الأرصفة المرنة الفليكسبل. والفليكسبل تايبس دي بتكون بتعتمد على الالتزام بتاعها عن طريق مقدار ثباتها داخل الأرض وعن طريق القطاع بتاعها، فغالبا بتكون الأرصفة دي من الشيت بايل اللي بيتم دقها في الأرض، ومثال عليه شكل هو الرصيف اللي هو الشيت بايل وفي أنكر أو تاي من الخلف داخل الأرض. النوع الثالث بقى من الأرصفة من الناحية الإنشائية هي الأرصفة الأوبن أو المحملة على خوازيق، ودي اللي احنا كنا بنسميها من شوية الورف، وده بيكون عبارة عن بلاطة من الخرسانة اللي متشالة على مجموعة من الخوازيق، وفي الآخر كده ناحية الأرض أو ناحية الشط بتحط حيطة ساندة زي ما انتم شايفين في الشكل اللي قدام حضراتكم. ادي مجموعة الخوازيق، وادي هنا بعمل الميل بتاع الشط بحط فيه تكسية من الميول ودبش، وباجي اسند الجزء التراب ده بحيطة ساندة كانتليفر وول كده أو حيطة اللي هي كاونتر فورت وول، وبشيل الخوازيق دي على مجموعة من القمر، والقمر ده هيشيل البلاطة، وممكن هعمل كمان في الخوازيق دي همات، والهامات يتحط عليها قمر والقمر يتحط عليه البلاطة اللي هتمثل لي سطح الرصيف، وممكن في الآخر على سطح الرصيف ده أحط عليه بقى طبقة من الأسفلت عشان العربيات لما تتحرك. يبقى هما دول الثلاث أنواع من الناحية الإنشائية اللي هي الجرافيك تايبس والفليكسبل تايبس والأوبن تايبس. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض الأنواع اللي هي لسه قايلين عليها دي واحدة واحدة كده، سواء كان جرافيتي تايب أو فليكسبل أو كانت الأوبن. فأول نوع من أنواع الأرصفة التصقلية دي في نوع اسمه الأرصفة الكتل الخرسانة أو أرصفة البلوك تايبس، ودي بتكون كتل خرسانة مصمتة بتتحط فوق بعض في صفوف بالشكل ده، بيبدأ من الصف الأخير تحت اللي هو مرصد على القاعدة بيكون كبير، ثم بيقل الصف في عرضه، ثم بيقل لحد الآخر كده، وفي الآخر بحط بلوك كده من الخرسانة العادية الكثيفة أو اللي فيها تسليح خفيف، ودي بيكون البلوكات طبعا ستاندرد ومصمطة من داخل، أبعادها بتتراوح من متر لحد 2.5 متر، سواء كان عرض البلوك الواحد متر إلى 2.5 متر أو ارتفاعه بيوصل ل2.5 متر. النوع التاني من الأرصفة التثاقلية أو من الجرافيتي تايبس هو نوع اسمه أرصفة الكتل المفرغة. فبدل ما بعمل أنا كتل خرسانة كده من الخرسانة العادية الكثيفة مصمتة برصها فوق بعض، لا هاخد الكتل دي وأعملها بس تكون مفرغة من جوه، وأملى الفراغات بتاعتها بكسر الحجارة، وأرص بقى الكتل المفرغة دي فوق بعض بشكل تدريجي من الكبير في القاع ثم الأقل في الأقل، وأقفل عليهم من فوق بهامة الرصيف أو الرأس بتاع الرصيف زي ما عملنا في النوع الأولاني. وممكن كمان في نوع بيكون من الأرصفة التثاقلية اللي هو الكيسون تايب أو الأرصفة القيسونية، اللي بس يكون القاع بتاعها مقفول، فده بيكون قيسون اللي هي الخلايا القيسونية اللي بتكون من الخرسانة المسلحة اللي مفرغة دي، بملاها ردم من الرمل وكسر الحجارة، وبقفل عليها من فوق بطبقة من الصخر كده في آخر 0.5 متر، وبعد كده بروح جاي حاطط هامة الرصيف لحد ما أوصل لسطح الرصيف بتاعي. هامات الرصيف دي بيكون ارتفاعها في حدود من متر لاتنين متر، وعرضها نفس الكلام من متر لاتنين متر. ولو انا بقى فتحت القيسون ده وخليته مفتوح من تحت هدقه في الارض عشان يديني النوع الرابع ده اللي هي ارصفه من القيسونات المفتوحه القاع. دي بتكون ارصفه قيسون عادي خليه بس القاع بتاعها مش مقفول، هدق انا القيسون ده في الارض مسافه معينه كده اكتر من منسوب القاع. المسافه دي بعد ما ادقها هملى انا القيسون ده بالرمل وكسر الحجارة، وبعد كده هقفل عليه براس بتاع الرصيف البلوك الأخير ده اللي هسويه بسطح الرصيف. النوع بقى الخامس من الأرصفة التثاقلية هي الكاونتر فورت أو الكانتليفر وول شيت بايت، أرصفة الخرسانة ذات الأكتاف، ودي بتكون عبارة عن حيطة كاونتر فورت، حيطة لها أو كانتليفر، ممكن تكون كانتليفر أو كاونتر فورت. الحيطة دي بتكون من الخرسانة المسلحة، بحطها كده لحد ما توصل للقاع، وبعد كده أحط الردم بتاعي، وبقفل عليها من في الآخر بالهامة بتاعة الرصيف. وغالبا الأرصفة دي بتستخدم في الأعماق اللي متوسطة إلى الصغيرة، مش بوصلها للأعماق
الكبيرة، لأن القوة هيكون على الكنتليفر ده بتاع الحيطة هتكون كبيرة. دي كده كانت الأنواع أو أهم الأنواع من الجريفيتي تايب بيرث. طبعا في أنواع تانية، دول أهمهم اللي هم الخمس أنواع اللي قدام حضراتكم. طيب النوع التاني بقى من أنواع الأرصفة حسب الناحية الإنشائية او من حسب الانشاء، هي اللي كانت الفليكسيبل تايب. الفليكسيبل تايب دي قلنا بتعتمد على اتزانها عن طريق مقدار سواها او مقدار اختراقها للارض، وعن طريق القطاع بتاعها ومقدار ثباتها في الارض، اللي هي غالبا بتكون من الشيت بايلز او من الالواح المعدنيه. فاول نوع عندي اللي هو الرصيف اللي هو بنسميه كانتليفر شيت بايل، او رصيف من الستار اللوحيه الكابوليه، وده بيكون عباره عن شيت بايل كده مستقيم بدقه في الارض مسافه طويله اكتر من قاع البحر، وبقفل عليه هيد في الاخر، وده بيستخدم للاعماق المتوسطه والقليله. لو حبيت اعمل اعماق كبيره شويه واستخدم فليكسيبل بيرسز، هبتدي اخلي الرصيف ده ليه هنا طاي داخل جوه الارض، او ليه انكر، بنسمي الارصفه دي انكر شيت بايل، او النوع الثاني من الارصفه المرنه اللي هي رصيف من الستائر اللوحيه اللي لها مرابط خلفيه او لها انكرز خلفيه. وده طبعا بيستخدم لما يكون اعماق المياه قدام الرصيف اكبر شويه من النوع الاولاني اللي هو الكانتليفر تايب. ولو انا عندي الاعماق كبيره قوي، ممكن اعمل نوع تاني بنسميه رصيف المنصات ذات الستائر السانده، وده بيكون عباره عن ستائر سانده بالشكل ده، بتكون من الستيل ومتعلق فيها كده زي بلاطه. البلاطه دي فيها هد من الاخر، بشيل انا البلاطه دي على مجموعه من الخوازيق، وبعد كده اردم عليها عشان اوصل سطح الرصيف، وده بيستخدم في اعماق اكبر من النوعين اللي فاتوا. طيب في كمان لو انا عايز اعماق اكبر، بعد ما اعمل الرصيف ده شيتس كده، فهعمله بقى ايه، خليه. يعني بمسك الشيت بايل ده بلفه كده زي الدايره زي ما هي باينه قدامكم في الرسمه دي، والدايره اللي هو عامل زي برميل الكبير قوي ده، اختار طبعا كبيره من الستيل، بدق انا الخليه او السيلولار شيت بايل ده، بدقه وبعد واحد وبعد كده ورا الثاني والثالث، اجيب بقى ايه بكامل طول الرصيف، وبعد ما ادقه املى كل الخليات دي اللي هي الخلايا اللوحيه دي بالردم، وبعد كده اقفل عليها فوق بالهيد بتاعي او الهامه بتاعه الرصيف، وبعد كده اردم لحد سطح الارض بتاعي، وده طبعا بيستخدم الاعماق اكبر من الثلاثه اللي فاتوا دول. اذا عندي اربع انواع مهمين من الارصفه المرنه، اللي هو الكانتيليفر شيت بايل والانكر شيت بايل والريفيلينج بلاتفورم شيت بايل والسيلولار شيت بايل اللي هم مرسومين قدامنا. طيب انواع بقى، في تصنيف تاني للارصفه اللي هو بنسميه انواع الارصفه من ناحيه التخطيط او اكوردنج تو بلاننج. من ناحيه التخطيط دول عندي اربع انواع من انواع الارصفه من ناحيه التخطيط. اول نوع، لو انا هخطط الارصفه دي على شكل خط مستقيم وبنسميه ستريت تايب. تاني نوع، لو انا هخطط الارصفه دي في شكل تدرج كده وبنسميه ستيبد تايب. تالت نوع، لو انا هعمل الارصفه دي في شكل احواض زي ما خدنا في الشابتر التاني بتاع تخطيط المواني وبنسميه بيزن تايب. النوع رقم اربعه، لو انا هخطط الارصفه على شكل بروزات او على شكل اصابع اللي احنا بنسميه الفينجر تايب. طيب لو جينا نشوف النوع الاولاني ده، هلاقي ان اللي هو الستريت تايب ده او على شكل خط مستقيم، هلاقي ان الوحدات الملاحيه او الرصيف بعمله موازي لخط الشاطئ زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا. يبقى في النوع الاولاني بعمل خط الشاطئ كده كانه خط مستقيم، وابتدي اكون فيه الحوايط بتاعه الرصيف، وبالتالي بتكون الارصفه موازيه لخط الشاطئ او على خط الشاطئ صوره خط مستقيم ورا بعض. اما النوع اللي هو ستيبد، لا ده انا بعمل تدريج كده في خط الشاطئ، بدرجه زي ما احنا شايفين كده، وفي كل تدريج درجه منهم بيكون بتاخد الدرجه طول الرصيف بتاعي اللي هو بيكون طول السفينه زائد 50 متر تقريبا. بعمل بقى الدرجه دي طولها طول الرصيف زائد 50 اللي هو طول الرصيف، وبحط الارصفه بتاعتي السفن بقى تقف في كل جزء في الستيبد بتاعته او في الدرجه بتاعته. التصنيف الثالث حسب التخطيط اللي هو على شكل احواض او البيزن تايب، وده بحفر احواض جوه الشط بمسافه تساوي المسافه اللي انا عايز اعمل فيها الارصفه، فبيكون الشكل كده. فانا عندي ناحيه اليمين دي هي ناحيه الميه، وناحيه الشمال دي هي ناحيه الارض، بحفر في الارض حوض كده، الحوض ده ممكن ياخد سفينه او سفينتين او ثلاثه او اربعه ورا بعض، وممكن في الناحيتين بقى برص صفين
بحط الأرصفة جوه، السفن بتدخل جوه الحوض، والمخازن بتاعة الرصيف بتكون على الأرض زي ما احنا شايفين كده. يبقى أرصفة على البيزن، بحفر حوض جوه الأرض وببتدي أحط الأرصفة بتاعتي جوه الحوض ده. في بقى الأرصفة اللي على شكل أصابع أو بروز، وبتكون الأرصفة دي غالبا بتكون عمودية على خط الشط، عشان كده بنسميها البير أو الجيتي. ودي بتعمل إزاي؟ اللي أنا بيكون عندي، لو أنا قلت البحر هو ناحية اليمين ده والأرض ناحية الشمال، باجي كده أعمل بروز، أردم بروز جوه البحر كده. البروز ده ابتدي احط فيه الحوائط بتاعتي على جانبي البروز، الحوائط بتاعت الرصيف دي اللي هي هتبقى يقف قدامها السفينه، وبالتالي ترص السفن على جانب البروز، وبيكون الارض بتاعت الرصيف اما اعمل عليها مخازن او اعمل عليها طرق توصلني للمخازن بره. هما دول الاربع انواع من ناحيه التخطيط، اللي هو الستريت تايب والستيبد تايب والبيزن تايب والفينجر تايب. طيب في كمان تصنيف لانواع الارصفه، اللي هو التصنيف طبقا للغرض او according to purpose. طبعا بقى للغرض او لنوع البضائع اللي هتخدمه الرصيف ده، او نوع السفن اللي هتخدمها الرصيف، ببتدي اسمي الرصيف. فعندي اول نوع اللي هو الارصفه بتاعت البضائع العامه، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده في الباب بتاع تخطيط الميناء. ولو انا عندي ارصفه بتخدم البضائع الخاصه بنسميها ارصفه البضائع الخاصه، ولو عندي ارصفه بتخدم الحاويات بنسميها ارصفه الحاويات، ودي اكتر ارصفه مشهوره. ولو عندي ارصفه للركاب بسمي الرصيف للركاب، ولو ارصفه للبضائع السائله او البترول بسميها ارصفه الصب السائل، ولو ارصفه للاسمنت السايب او الغلال بسميها ارصفه الصب الجاف، ولو عندي ارصفه للصيد لاماكن الصيد بس بسميها ارصفه الصيد او مارينات او اماكن يخوت الصيد. ولو عندي بقى ارصفه حربيه مجهزه للسفن الحربيه وفيها وسائل امان ووسائل دفاعيه، فبنسمي الارصفه دي بالارصفه الحربيه. طيب يبقى دول هم انواع الارصفه من حيث الغرض، يبقى الغرض دايما تبعا لنوع السفينه. تعالوا بقى ندرس اول نوع من الارصفه معانا في الجرافيتي تايب، اللي هو اسمه ارصفه البلوكات المصمطه او بلوك تايب بيرس. تعالوا نشوف ارصفه البلوكات المصمطه دي. اولا مكونات الرصيف ايه؟ فمكونات اي رصيف في الدنيا بلاقيه عباره عن مجموعه حاجات. اول حاجه جسم الرصيف اللي هو قدامنا اللي محطوط هنا كتل، وبعد كده هامه الرصيف، وحاجات تانية كده اللي هي ردم خلفي ومرشح، وفي حاجة بتحمي الرصيف اللي هي اسمها الحامية، وفي حاجة كده بربط عليها بربط فيها السفينة بنسميها مدفع رباط. لو جينا نشوف أول حاجة من المكونات اللي هي بتاعت جسم الرصيف دي، اللي هي هيكون هنا عبارة عن إيه؟ كتل مصمطة. يبقى أول حاجة بتكون كتل مصمطة من الخرسانة العادية سابقة الصب، بترص فوق بعضها في صورة صفوف كده بشكل استجرد متعاقب زي الطوب كده. بيكون البلوك الواحد اقل دايمنشن فيه واحد واعلى دايمنشن فيه بيوصل لاتنين ونص. بتترص البلوكات جنب بعضها تعمل الصف الاول ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث. بس قبل ده كله بكون عامل تسويه للقاع وحاطط فرشه من الدبش، اللي هي فرشه الدبش اللي تحت دي، اللي هي بتكون طبقه اساس للحاجه للحيطه دي يعني اللي احنا هنعملها. وكمان طبقه الدبش دي اللي تحت اللي بيتحمل عليها الرصيف بتوزع الاحمال بصوره منتظمه للتربه. يبقى بعد ما عملنا الكتل دي المفروض المنطقه دي بتكون فاضيه. في كمان حاجات احنا بنحطها، خد بالك لازم يكون المنشوب اخر دبشايه دي اللي هي في الاول خالص فوق كده اللي هي مقتربه من سطح الارض دي اللي قبل هامه الرصيف، تبعد مسافه ارتفاعها بيبعد مسافه ربع متر عن اعلى ميه او الهاي ووتر ليفل اللي ممكن يحصل لي قدام الرصيف. طيب ايه بقى بعد ما عرفنا ان اول حاجه اللي من جسم الرصيف اللي هي هنا في حالتنا هتكون البلوكات، ايه هي بقيه المكونات؟ مكونات الرصيف الثانيه اللي هي الهامه اللي هقفل بقى فيها على البلوكات، والهامه دي بتكون من الخرسانه العاديه الكثيفه جدا او من الخرسانه اللي فيها تسليح. الهامه دي بتتلزق كده في جسم الرصيف زي ما انتم شايفين عن طريق حاجه كده بروز زي اللسان، ولها ابعادها بتتراوح من متر ونص لاتنين متر، بتتحط وبعمل لها بروز كده شويه داخل الميه بعيدا عن جسم الرصيف من مسافه من ربع لنص متر، عشان لما تيجي السفينه تقف قدام الرصيف تكون الهامه دي تطرد السفينه بره عن جسم الرصيف، وبالتالي ما يحصلش اي احتكاك ما بين السفينه وجسم الرصيف. حتى لو الهامه حصل فيها حاجه دي سهله فوق سطح الميه ممكن اعمل لها صيانه بسهوله. طيب
يبقى احنا عرفنا ان الرصيف بيتكون لحد دلوقتي اللي هو رصيف البلوكات. من جسم الرصيف اللي هو عباره عن مجموعه بلوكات مرصوصه كده، رقم اتنين من الرصيف حاجه اسمها الهامه، رقم ثلاثه اللي لازق فوق الهامه ده برص بلزق في الهامه ماده قابله لامتصاص الصدمات زي الرابر. الماده دي او الجزء اللي قابل لامتصاص الصدمات ده بسميه الفندر او الحاميه بتاعه الرصيف. وكمان بلزق فوق الهامه دي حاجه كده زي عمود حديد من فوق كده عريض اعرض من تحت، او من الخرسانه المسلحه برضو على شكل اسطوانه كده من تحت رفيعه من فوق تخينه شويه، قطرها بيوصل اقل حاجه 25 سنتي. بحط العمود ده او اللي بنسميه بقى مدفع الرباط او البول او البولارد، البولارد ده او مدفع الرباط ده بعمل له انسليشن كده جوه الهامه على مسافات معينه بنسميها اس. المسافات ما بين مدفع الرباط دي بتكون من 10 ل 25 متر، اللي فيها بقى بربط بيطلع منها حبال، الحبال دي بربط بيها السفينه عشان ما تتحركش يمين وشمال ولا قدام ولا خلف، عشان اثبت السفينه كويس عشان اقدر انزل البضائع او احطها فيها. بعد كده بقى ايه الجزء الثاني؟ باجي في الجزء الثاني اللي هو من مكونات الرصيف، بلاقي قبل ما احط التربه بتاعت العاديه بحط حاجه اسمها دبش خلفي، او الدبش الخلفي ده عباره عن تربه صخور كبيره شويه الفاي بتاعتها اكبر من 350، دي مش من 35 مش 350، دي 35 درجه وليس 350. ايه هي الفاي؟ الفاي اللي هي زاويه الاحتكاك الداخلي بتاعه السويل او بتاعه الدبش ده تكون اكبر من 35، عشان وظيفته ليه خدتها دبش وليه الفاي بتاعته كبيره شويه؟ عشان يقلل لي ضغط الجانبي الواقع على جسم الرصيف او على البلوكات. اذا فائده الدبش الخلفي ده هو تقليل الضغط الجانبي. ليه هقلل الضغط الجانبي او ازاي؟ كل ما كانت الفاي او زاويه الاحتكاك الداخلي كبيره، كل ما كانت قيمه المعامل الاكتف ايرث بريشر او الكي اكتف صغيره، وبالتالي قيمه الضغط الجانبي هيبقى صغير، لان الضغط الجانبي هيبقى عباره عن وزن التربه في الكي اكتف. وزن التربه هو ثابت اللي هو ارتفاع التربه في الجمه بتاع التربه، هاجي اضربه في الكي اكتف اجيب الضغط الجانبي. فكل ما قلت الكي اكتف يبقى الضغط الجانبي قليل، وبالتالي كي اكتف بتقل لما قيمه الفاي او زاويه الاحتكاك الداخلي تزيد. اذا يتم وضع دبش خلفي زاويه الاحتكاك الداخلي بتاعته اكبر من 35 درجه لتقليل الضغط الجانبي الواقع على الرصيف. بعد كده بقى احط التربه بتاعت العاديه بتاعت الموقع، احطها ارصها لحد ما اوصل لمنسوب الطريق بتاعي او منسوب سطح الرصيف. بس خد بالك لو انت حطيت بقى التربه على طول وانا عندي الدبش الخلفي ده كده، هلاقي ان التربه اللي هي السويل بتاعها مقاسه صغير يخش ما بين فراغات الدبش فيهبط الرصيف. فبالتالي عشان امنع الكلام ده كله هعمل طبقه ما بين الدبش الخلفي وما بين التربه العاديه بنسميها طبقه المرشح. المرشح ده بيكون من تربه صغيره في الحجم عن الدبش الخلفي ومتدرجه من الاصغر فالاصغر فالاصغر لحد ما توصل لمقاس التربه اللي بره الاصليه. فاذا يتم وضع مرشح ما بين التربه الاصليه وما بين الدبش الخلفي لمنع دخول حبيبات التربه الصغيره الاصليه الى فراغات الدبش الخلفي، وبالتالي ايه امنع الهبوط اللي ممكن يحصل في الرصيف. يبقى اذا الرصيف بيتكون عندي من فرشه بتحط عليها الرصيف، جسم الرصيف اللي هو في حالتنا هنا عباره عن مجموعه من الكتل. بعد كده بحط الدبش الخلفي بتاعي اللي هو فايو اكبر من 35، بعد كده بحط طبقه المرشح، بعد كده بردم بالتربه العاديه لحد ما اوصل لسطح الرصيف، وقبل ما اردم بكون حاطط هنا الهامه بتاعه الرصيف لازقه في جسم الرصيف، وهركب بعد كده الحاميه بتاعه الرصيف على الهامه، وهركب كمان المدفع بتاع الرباط يبقى هي ده او الباولدر. يبقى هي دي كده مكونات الرصيف البلوك. طيب تعالى بقى نشوف الحاميه اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، اللي هي دي اللي هي الماده اللي قلنا بتتعمل من ماده بتمتص الصدمه بتاعت السفينه لما بتيجي تقف. الحاميه دي اللي هي المسؤوله عن امتصاص صدمه السفينه لما تقف قدام الرصيف. بلاقي ان السفينه دي الحاميه دي لها عده انواع. اول حاجه بنسميها الحاميات المطاطيه اللي هي بتتعمل من المطاط الكثيف اللي بنسميها رابر فندر، ودي لها عده انواع، اهمهم في نوعين هم. النوع اللي احنا بنسميه هولو سلندر فندر او الحاميات الاسطوانيه المفرغه، والنوع الثاني اللي هو بنسميه الباكلينج فندرز او الحاميات اللي يمكن يحصل فيها باكلينج. الهولو سلندر فندر ده اللي هو بيكون شكله ازاي؟ هو عباره عن اسطوانه هي مفرغه هولو بتكون من الرابر من المطاطيه الكثيفه، بلزقها انا في اللي بقطعها او بلزقها على الهامه بتاعه الرصيف زي ما احنا شايفين في الصوره
اللي قدامنا دول، تيجي بقى السفينة تركن قدام الرصيف، الفندر دي او الحامية دي بتمتص الصدمة بتاعتها. الباكلينج فندر ده برضو بيكون من المطاط، بياخد عدة اشكال، ممكن ياخد بدل ما هو اسطوانة كده مفرغة ياخد شكل الفي شيب، ممكن ياخد شكل الام شيب، ممكن ياخد شكل الاي شيب. مثال عليه هو اللي هو الفي شيب ده، ده طبعا من المطاط، بيكون جزء من المطاط كده على شكل في. الجزء ده بحط له كده في الاول زي جزء خشبي كده او معدني مش هتفرق، باخد الجزء المطاط ده بلزقه في الهامه بتاعه الرصيف، تيجي السفينه تقف تركز قدام الرصيف بامان، لان الفندر دي اللي هي بتمتص. ممكن بقى الشكل الفي ده يكون ام ويكون اي، لها اشكال كتير. في كمان نوع من الحاميات اللي احنا بنسميه بنيوماتيك او الحاميات الهوائيه. الحاميات الهوائيه دي بتكون عباره عن جربه كده، او عباره عن جزء من مطاط اسطواني. جزء المطاط الاسطواني ده بيتعمل من الربر التخين، بملة بيكون مفرغ من جوه، بملاه هواء، او بملة بقى القربه دي هواء، بتكون كبيره كده، وبعد كده بلزقها في الرصيف بواسطه سلاسل زي ما انتم شايفين قدامنا في الصوره اللي تحت دي. طيب في بقى انواع اخرى من الحاميات دي، انواع كتيره جدا تانية من الحاميات. مثال عليهم الحاميه اللي احنا رسمينها دي، اللي هي بتكون عباره عن اسطوانه كده من الرابر لازق فيها حاجه مستطيله كده بتاخد الصدمه، او ممكن يكون بعمل حاجه اسمها بانل درابر، حيطه كامله من البانل من الرابر من المطاط، بلزق الحيطه دي عباره عن بانلز، عباره عن خلايا كده كلها بتتلزق في الرصيف، بتيجي السفينه تقف قدام الحيطه اللي هي الرابر دي. طبعا الحيطه الرابر دي بتلزق في الهامه، بتيجي الحيطه السفينه تقف قدام الرصيف، تمتص بقى الحيطه الرابر دي الصدمه بتاعت السفينه. طيب الحاجه اللي هناخدها بعد كده بقى هي انواع القوى اللي هتاثر على الرصيف، اللي هي الفورسز اون فيرسز. انواع القوى المؤثره على الرصيف نوعين، اولا قوى راسيه ومجموعه من القوى الافقيه. لو جينا نشوف القوى الراسيه او الفيرتيكال فورس، هلاقي ان الفيرتيكال فورس اللي هتيجي على الرصيف دي عده اشكال. اول حاجه وزن الهامه والكتل، وزن جسم الرصيف نفسه اللي هو البلوكس الكتل زائد وزن الهامه اللي فوق، سواء كان جزء سبمرجد اسفل الميه او جزء منها دراي فوق سطح الميه. الوزن الثاني اللي هو وزن الردم اللي فوق الكتل، وزن الردم الخلفي اللي فوق الكتل، سواء برضو جزء منه دراي فوق سطح الميه من الردم او جزء سبمرجد. الوزن الثالث او القوه الراسيه الثالث اللي هي بقى الاوزان والاحمال الناتجه على اللايف لود والبضائع اللي فوق الرصيف، اللي احنا بنسميها اللايف لود. هي دول القوى الرأسية الموجودة على الرصيف، اللي هي وزن الهامة والكتل ووزن الردم الخلفي فوق الكتل والأحمال الثابتة والمتحركة اللي هي اللايف لود اللي فوق الكتل. النوع الثاني من القوى اللي موجودة على الرصيف اللي هي القوى الهوريزونتال أو القوى الأفقية. القوى الأفقية دي بقى جاية على الرصيف عدة أشكال. أول حاجة اللي هي الضغط الموجب الناتج من الردم، أو اللاترال إيرث بريشر، او اللاترال اكتيف ايرث بريشر، الضغط الجانبي للتربه. طيب بعد ما بحسب الضغط الجانبي للتربه، ايه النوع الثاني من القوى الافقيه؟ في عندي الضغط الناتج من الاحمال المتحركه على التربه، او الضغط الجانبي الناتج من الاحمال المتحركه فوق سطح الرصيف. طيب بعد ما حسبت اللاترال ايرث بريشر، سواء كان من وزن التربه نفسه او من الاحمال اللايف لود اللي احنا كاتبينهم قدامكم دول، في كمان الاحمال اللي جايه من ربط السفينه في الرصيف، الشد الناتج من ربط السفينه في الرصيف اللي هي المورينج فورس، اللي هو بيكون موجود في مدفع الرباط، ومدفع الرباط بينقله للجسم بتاع الرصيف عن طريق الهامه. طيب في كمان قوه الضغط جانبي اللي هي ناتجه من اصطدام السفينه بالرصيف، او قوه اصطدام السفينه بالرصيف. يبقى هما دول القوى اللي هنحسبهم ان شاء الله في المحاضره الجايه واحنا بناخد مثال محلول. هنشوف القوى الراسيه وهنشوف القوى الافقيه اللي موجوده على الرصيف. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.